اسمحوا لي من خلال الكلمة البسيطة اللي هقولها الروحية أوضح أنا عايز أقول إيه. الكلام ده جاي من لقاء عمله البابا أظن كان يوم الحد اللي فات، حقيقة برؤية روحية عميقة جدا يمكن توصل فكرة شوية. فالحقيقة بيقول البابا إنه إحنا عايزين نعيش زي يسوع. يسوع كان بيعمل إيه؟ فبيقول إن يسوع كان بيمشي مع الناس وكان بيشاركهم في حياتهم. وقال إن اللي إحنا بنعمله حالياً دلوقتي دي الناس بتسأل هل إحنا رايحين فين؟ وإيه جدول الكلام ده؟ إيه اللي بتعمله الكنيسة ده؟ وهل هيكون كلامنا مهم في النهاية لما نجمع كله ونطلع زي ما قلنا من القاعدة لحد الرأس اللي فوق؟ قال يعني إنه البعض بيتصور إحنا مش عارفين رايحين فين، إحنا رايحين ناحية المجهول. قال آه إحنا مش رايحين ناحية المجهول، لكن هنشوف كيف يحرك الروح القدس الكنيسة. وخلوني أبتدي بحاجة رائعة جدا جدا أبونا كان بيركز عليها، في ثلاث أفعال مهمين جدا جدا: اللقاء والإصغاء والتمييز. اسمعوني أنا هقول كلام بوضوح علشان أنا عارف طبعا تعبانين النهاردة فالتركيز ممكن يكون بيقل، لكن هركز الكلام بوضوح خالص. في ثلاث أفعال، وفي قصة رائعة جدا هتوضح لينا الكلام ده بوضوح شديد خالص. القصة دي بتحكي عن الرجل اللي راح للرب يسوع وقال له أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. القصة دي هتدخلنا لمفهوم أعمق، أي فكرة السنودس. ويمكن كلمة السنودس دي شوية كلمة غريبة علينا، لأن دايما كانت بتستعمل بس السنودس لمجموعة الأساقفة اللي بيجتمعوا مع بعض، دي الفكرة اللي في أذهاننا. فخلينا نرجع تاني للقصة دي. الرجل اللي راح للرب يسوع وقال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية. أول حاجة هنا بيقول الفكرة في السنودس هي في الأول فكرة اللقاء، إن احنا نلتقي مع بعض. الحقيقة يسوع ما انزعجش من اللقاء معه، ما انزعجش بأن هو يتقابل ويتواصل معه. اللقاء اللي عمله الرب يسوع مع الشخص ده، والحقيقة أنه إحنا محتاجين اليوم ده أو في المسيرة دي لفكرة أن إحنا إزاي نلتقي مع بعض. ده في حد ذاته مش عايز أقول ده هدف، ولكن ده مهم جدا، إزاي كلنا نلتقي مع بعض. ومرات في اللقاء البعض مننا بيستخدم عبارات وجمل رنانة لكن مش بيعيش الحقيقة دي. يعني إحنا شطار قوي لما نيجي نعمل لقاء الحقيقة ما بنكونش حقيقيين. يعني ما بنكونش حقيقيين، يعني مرات كتير جدا إن إحنا بنظهر بنظهر مش الحقيقة.